السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بمتتبعين قناة فايزة غالي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم ضمن المعسلة ديال رمضان الكريم غادي نخدمو البريوات ديال اللوز كيجيونا معلكين من الداخل عقدة معلكة ومن برا كيجيونا مقرمشين غادي نشارك معكم أيضا جميع التفاصيل والأسرار ديال هاد البريوات هادو باش ينجحو معاكم ونعطيكم أيضا الثمن البنات اللي بغاو يخدمو الكوموند والطريقه الصحيحه باش يبقاو قابطين العسل اطول مده يعني ممكن واخا عندكم مده طويله كيبقاو شادين العسل ديالهم ما كلشي كل هادشي غادي معكم في هذا الفيديو هذا فما عليكم الا تبقوا معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله تكملوا حتى لاخر لان كيكونوا فيه بزاف ديال الاسئله كنجاوب عليهم وايضا كيجيوني في التعاليق وانا ذكرتهم في الفيديو فما عليكم الا تبقوا معايا حتى الأخير نتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه بسم الله غادي نحتاج اولا هنا عندي نص كيلو ديال اللوز آه فسختو قشرتو خليتو حتى نشف ورابعة ميتين وخمسين غرام ديال السكر كلاصي بما اننا يعني هاد الاوقات هادي ما يمكنش نخرجو نطحنو العقدة فغادي نطحنها في الدار هانتوما دوزتها غير في هاديك الماكينة طحنا الاولى بوحدها وطحنا التانية مع السكر كلاصي وكتعطينا هاد هاد النتيجة هادي هنا درت المسكة الحرة اللي مطبوقة مع شوية سكر كلاصي وهنا غادي ندير هاد القرعة ديال ديال روح الزهر النصف ديالها وجوج معالق كبار ديال الزبده يعني زبده حيوانيه وغادي نخدمها مزيان وغادي نجمعها بشويه ديال الماء زهر نفس الطريقه ملي كيكون اللوز قليل يعني بحال الطريقه فاش كنطحنها على برا غادي تجيني هذه ولكن ملي كتكون كميه كثيره اولا الظروف كتكون مساعده كنخرجوا فمن الاحسن نصوبوها عند هذوك اللي كيطحنوا كي العقده يعني كتكون عمليه مختصره كنطحنوها بسرعه وكتجينا معلكه من يعني بلا ما تعذبوا فيها هنا أه درت شويه زهر ولكن أه ما تكثروش باش ما تجيكمش العقده جاريه وصافي غادي نحاول نجمع بهالطريقة الطريقه هذه الطريقه باش كان العقده كنت فايت ليا شاركتها معكم في فيديو مستقل غادي نحط لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف اللي بغات تشوف الطريقه باش كنصاوبوا العقده من الاول صافي غادي نحاول نجمعها هكا مشتورة راه ما كتطلق لا زيت لا حتى حاجه وكتجي متماسكه واخا غير في يعني في الماكينة ديالي في الدار ماكينة صغيرة ولكن إلا حاولتو معاها ويكون اللوز ناشف مزيان راه كتعطيكم نتيجة اللي هي رائعة وناجحة غادي نعاود ندلكها شوية هكا كيف ما شفتو راه متلقاتش ما لي الزيت وخا طلق ليكم الزيت كديرو شوية ديال الما زهر تخدموها حتى كت# صافي حتى كتجمع ليكم هانتوما ما ملي كتصاوبو بيها واحد الخويط كيتقطاش صافي راه العقده ديالنا ناجحه 100% هنا غادي نحاول نغطيها كلها باش نخدم شويه بشويه على خاطر ما تنشفليش يعني نديروها هكا ب... نغطيوها ب... بالبلاستيك لانها كتنشف دغيا عاد نبقى نهز شويه بشويه بالنسبه للكرات اللي كندير دائما كندير فيهم قياس تقريبا ديال 9 غرام حتى 8 غرام هكا يعني ما كنفوتش 10 باش تعطينا بريوات اللي هما صغار وصافي غادي نشكل منهم هاد القياس هذا بالنسبه للنص كيلو ديال اللوز دائما كندخلو فيه كيلو ونص ديال الورقه هانتوما بعد ما ساليتهم تقريبا تقريبا هنا مية 100 و 110 اولا 115 الحبه هذا هو القيس اللي عطاتني هذه الكميه غادي نحاول نديرهم في البلاستيك باش كما قلت لكم ما تنشفش نسدو عليها ونجيبو الورقه ديالنا نخدموها ان شاء الله بالنسبه للورقه هنايا عندي جوج كيلو غادي نخدم غير بكيلو ونعاود حتى يعني حتى نحتاج الكميه الاخرى ونعاود نجبدها ضروري نغطيوها ما شفتوا تبارك الله الورقه كبيره ها يعني كتشوفوها مزيان واش ما لاصقاش مع بعضياتها كتكون عوجه ولا كتقطعوها بهذه الاشرطه الطريقه اللي غادي تشوفوها لكن ضروري تشوفوها كما مطويه من الداخل ولا باش ما تجيناش عوجه ملي نقطعوها صافي كنقطعوا اشرطه اللي هي طويله عادي الطريقه باش كنقطعوا الشريطه باش كنصاوبوا البريوات قطعت السمطه الاولى وبها باش غادي ناخذ العبر باش يجيوني كلهم قياس واحد غادي نستمر حتى غادي نقطعهم كاملين بهذا الشكل هذا ودائما الورقه كما كتعرفوا ضروري نبقاو نديروها في البلاستيك هنا ما عاودتش دهنتها لان يعني لا مصاوبه الورقه وغادي نخدم بها ما غاديش نخليها بلاش ما غادي نزيد ندهنها وغادي نستمر في التقطاع كما شفتوا وغادي نديروها في بلاستيكه الورقه ديالنا كبيره داكشي باش عطاتني بزاف ديال هاد القياس ديال الاشرطه هذو تفاديت ليها خدمت معكم البريوات بزاف ديال المرات ولكن كانت الورقه صغيره على هذه دي كانت هذيك اللي متوسطه صافي غادي ندخلها في البلاستيك ونبدا كنسرح فوق البوطاجي الاشرطه ديالي لأنه غادي نوريكم الطريقه اللي كت اللي كتساعدنا بزاف كنصاوبو كنلويو البريوات ديالنا في دقه واحده يعني واحد الطريقه اللي هي كتختصر اللي هي هذه كنحلوهم كلهم على البوطاجي اولا على الطبله بهذا الشكل هذا وصافي وكنبقاو ندير لهم شويه الطحين في هذاك الراس دائما الدقيق مع الماء كميه ديال الدقيق تساوي الكميه ديال الماء باش تعطينا واحد الخليط اللي هو ثقيل وصافي كندهنوا داك الراس كيف ما شفتو وكنستمر كنبقى نلوي دائما كنعمرو الجوانب ملي كنحطو العقده ونلوي اللويه الاولى ضروري دي تديو ديك العقده هكا الجوانب باش ما تجيناش البريوه ديالنا خاويه من الجناب هانتوما يعني انتم كي كندير ليها باليد وكنستمر يعني كتجي هذه الطريقه مختصره وسهله بزاف يعني بسرعه غادي تكملو هذيك الكميه اللي عندكم الا درتو هذه الطريقه هذه احسن ما من نبقاو نصوبوا وحده بوحده صافي حتى كنجيبوها على داك الراس اللي فيه العجينه ونحطوها عليه كتبقى هذه احسن طريقه باش نطول البريوات دائما نحاولوا هذيك العقده نوزعوها على القناه باش تجينا عامره البريوات ديالنا من القناه ما تجيش خاويه وصافي من بعد ما غادي نسالي هذا الاخير هدي غادي نرجع لهم كل وحده غادي نشوف داك يعني الا فيها شويه ديال هكا شي شي بلاصه ما لسقاش ولا ونضغطوا عليها باليد بهذا الشكل هذا ضروري تضغطوا باش ما تبقاش هكا دايره ديك من الداخل بحال الكويره وجناب خاويين وصافي كنقدي هذوك الجوانب ونبقى نصاوب شويه بشويه صافي حتى غادي نساليهم كاملين ونحطهم ضروري الليل هذا البنات غادي نحطهم حتى للصباح ضروري تخليو البريوات ديالكم ينشفوا هذو هما البريوات هذا هو القياس اللي درت نخليهم ينشفوا ان شاء الله في هذه هاد اللاطه هذه هادل حتى الصباح وعاد غادي نقليهم انتما شفتوا بعد ما يعني خليتهم واحد المده حتى نشفوا دائما الزيت الطريقه ديال الطياب اللي هي ناجحه وصحيحه باش ما يطرطقوش ليكم وهو الزيت تكون سخونه ولكن ماشي سخونه بزاف بحال هذا الشكل اللي شفتوا انتما حطيتهم ما جايينش طالعين هكا بجهه الحراره وكتنقصوا عليهم باش يطيبوا على خاطرهم الطياب تخلينا في الورقه ديالنا باش تجينا مقرمشه وايضا باش الى جهدتو لهم العافيه راه كيتزيرو وكيبقاو يطرطقو تخرج هذيك الحشوه ديالهم فضروري تنقصو عليهم وتطيبوهم على الخاطر هكا حتى يتحمروا مزيان وما تخليهمش ياخذوا داك اللون اللي هو محمر بزاف بحال اللون ديال الحرق هذا هو اللون اللي خصو يكون فيهم لان ملي كنعسلهم كيعاودوا يهزوا اللون ديال العسل فهنايا راه كتنقصوا عليهم العافيه بزاف بزاف باش يطيبوا على خاطرهم أنا كنديرهم في العسل كيف ما شفتوا اللي هو برد وكنردو عليهم وغادي نوريكم الطريقه باش يبقى قبط لكم العسل اطول مده ممكنه اللي هي كنديرها لجميع المعسلات اللي عندي اللي كنخدم دائما كيبقاو واخا يدوز عليهم شهر شهرين كتل... يعني فوق ما شفناهم كنلقاوهم باقيين كيلمعوا كي فيهم العسل على برا هنا هانتوما درت هذه هكايا في هاد الكوكوط اللي فيها العسل وغادي نعاود ثاني ندير القليه الثانيه الزيت كيف ما شفتوا راه ما كنخليهاش تسخن بزاف وهذا هو السر باش يجيوكم مقرمشين ورطب من الداخل وأنتو وما يتفرقعوا ما حتى حاجه وانتم غادي يطيبوا حتى هما على القياس عاد غادي نرجع لهذوك اللي في العسل وهذه هي الطريقه اللي خصكم ديروا للبريوات باش يشدوا العسل هنا جبت واحد العسل اللي هي بارده وكنحط كنهز من هذيك السخونه ونحط في اللي بارده وكنخليهم فيهم هنا راه واخا تخليو هاد هاد البريوات واخا تخليوهم يباتوا في العسل يعني راه ماشي مشكل وهانتوما شفتوا كنديرهم في العسل اللي هو بارد وثقيل ثقيل ثقيل بزاف باش يبقى لاصق فيهم ويبردوا تما هنا غادي نخليهم تقريبا يعني واخا تخليهم حتى ست سوايع حتى لي ليله راه ماشي مشكل وهذا العسل اللي يعني اللي سخناتو البريوه ديالنا ملي كنحطوه فيها راه هي اللي كان ديرو في الاول هي هذه البريوه ديالنا غادي نزينها بالزنجلان ونطلعوها في الشكل النهائي وهادو هما البريوات ديالنا بالنسبه للكميه اللي تحصلت عليها من كيلو وربع ديال الورقه ونص كيلو ديال اللوز عطاتني 2 كيلو و400 غرام اولا 2 كيلو تقريبا و500 وبالنسبه للثمن ديالهم ف <applause> كنخرجهم ب 140 درهم للكيلو عبار هذا هو كل ما كيتعلق بهذا الفيديو هذا ديال البريوات نتمنى ان شاء الله تستافدوا منه وإذا عجبكم بطبيعة الحال ما تنسونيش من اللايكات ديالكم كما العادة والتعليقات ديالكم الرائعة والمحفزة وما تنسوش تبرتجوه مع الأحباب والعائلة وتبرتجوه إلى عجبكم في مواقع التواصل الاجتماعي وصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الراحة إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم